السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم يا شباب؟ ان شاء الله بخير. اياكم سيد حسين عالم ابو التعلم على الايفون. قبل لا نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة كنت مشترك، وفعل زر الجرس حق يصل كل جديدة. واليوم عندي يا شباب تحديث نزل اليوم بالساعة 3 صباحا، اوكي؟ تحديث للايفون للايباد يحتوي على اصلاحات كثيرة، واشدش الاعدادات بعدين عام، بعدين تحديث البرامج راح يطلع التحديث قدامك اللي هو iOS 12.4. يقول لك انه صار يدعم الهوم بود في اليابان وتايوان. طبعا الهوم بود او ايه هذا الهوم بود هذا نفس المنزل الذكي، فصار يدعم في منطقة اليابان وتايوان. واحتوى ايضا هذا التحديث على اصلاحات كثيرة، وايضا ضافوا بعد ان لو عندك ايفون قديم اوكي وتبي تنقل المعلومات لايفون جديد سواها لك مباشرة، تقدر تنقل بطريقة جدا سهلة وما تتطلب منك وقت. فللتثبيت تضغط على تنزيل التثبيت، تكتب رمز الدخول الخاص بك، بعدين تنتظر قليلا اوكي راح يبدأ لك التحميل. التحميل تقريبا حجم التحديث ما يتجاوز 200 ميجا. بالنسبة لي أنا ما أتجاوز 200 ميجا. أوكي شباب، بعد ما يخلص التحميل راح يقول لك تثبيت، هل ترغب في التثبيت؟ تضغط على تثبيت، راح يطلع عليك بعدين العلامة الأبل وتحتها لودينج. إذا خلص هذا اللودينج راح يفتح معك الآيفون، وراح تعرف أن الآيفون الخاص بك تم تحديثه، لأنه بيجيك في مركز الإشعارات تم التحديث إلى iOS 12.4. فبس يا شباب وصلنا للختام، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، واشكركم على 2300 مشترك، والله العظيم اشكركم من القلب. وبس يا شباب، مع السلامة.